السلام عليكم، مرحبا بكم في الراوند 2 من شكون اللي غيربح البيف ما بين شيفين او كلاس ا. قبل ما نبدا غادي يبان لكم واحد الاختلاف ما بين الراوند 1 والراوند 2، الحلقه الاولى والحلقه الثانيه. علاش؟ حيت الحلقه الاولى دابا راه صورتها دابا شي سيمانه بس صورت الراوند 1. والله راه ماشي ما باغيش ندير لكم هذا، حيت عارف هادي عزيزه على بنادم، غير خرجوا دياسك ما يمكنش غندلوح لكم 10 د الفيديوهات في النهار. انا راه خطرات والله الا كيبقاو عندي فيديوهات ما يمكنش غنلوح كلشي، كنلوح لكم 3 4 د الفيديوهات في النهار شي خطرات، وكيبقى يشيط ليا 2 3 د الفيديوهات كنبقى نشوف كنقول ما يمكنش غات اللوحه ما مزياناش ليا لاشين وما مزياناش للفيديو ما كياخذ حقه. وانتم اصلا مع الديكراج اللي بين كندا والمغرب راه بيناتنا 5 د السوايع دابا، فهمتي؟ انا نحطو الى حطيتها مع 8 ديال الليل انتم راه عندكم وحده ديال الصباح، فهمتي؟ سوما ما غاتجيش معنا شجاع باش نشرح لكم باش يبان لكم راوند 1 وراوند 2 فيهم شويه ديال الاختلاف. ما عليناش، انا باقي عاقل شكون اللي قلت شكون اللي ربح في الراوند 1، وكنت عطيت الرباح لشايفين. شايفين ديسك ولد اسفي بوس بزاف، هذاك الديسك انا صراحه بالنسبه ليا هذاك باقي خاصو شي فلاش باك رياكشن هذاك حتى هو. ما عليناش، غنشوفوا الراوند 2 وشنو اللي سبيسيال فهاد الباتل هذا، هو ان ولا هاد البيف، وان شايفين في الاول تيراو بجوج، وفي المره الثانيه في الراوند 2 شوبي هو اللي غادي يتيري، وفي الراوند الثالث سمول اكس اللي غادي يتيري. اي بيان سور كلاس اب بوحدو اللي غنقدو نقولو زعما محاميهم، واخا هو ما كاينش محامي ولا هذا، ولكن هما بما انهم جروب سو سي سا مي سي بيان انهم تفرقوا وكل واحد غنى البارتي ديالو. سو غنشوفوا الراوند 2 نشوف واش كلاس ا غادي يرجع. سو با دير انا الديسك الاول ديال كلاس ا عجبني بزاف، ولكن الاخر ديال شايفين كيعجبني كثر صراحه. ديال شايفين كيعجبني كثر وفيه شويه ديال التويشيش مبدلين. كلاس ا واخا هكاك من النوع اللي الكلاش ديالو كيبان كي كلاش اولد سكول، كيقد كيطول الديسك ديالو، ولكن كيقد يبقى غادي في نفس الستيل اللي كيدير به هذا. ولكن ولد اسفي بوس صراحه كان فيه التقصار، كان فيه الطنز، كان فيه الفلو، كان فيه بزاف ديال لي بوين اللي كيخليو انا بالنسبه ليا شايفين ربحوا الراوند الاول. شوفوا الراوند الثاني اش فيها، شوفوا الراوند الثاني اش فيها. واش كتسمع ولا فين هو الشوبي؟ فين شوبي؟ فين كشوبي؟ فين الديسك فيه حاجة، فيه شي صداع، الديسك فيه شي صداع ما عرفتش علاش، سمحوا لي ما الديسك ما صافيش. عطاونا الديسك هدايا نشوف، هو من عند شايفين، نشوفو كي داير هنايا. لانسترو فيه صداع بزاف، لانسترو ديال الديسك هذا ولي زيف اللي دايرين بزاف بزاف، داكشي خاصو يكون باش يعاون الديسك، باش فهمتي، باش يزيد بالديسك، ماشي باش هو يولي اكثر من الديسك. بلاش دوبليكاتا صافي ديال الاعاده على حسب بزاف اللي كيتشابهوا نورمال.
غدر في اللعب كلام بكلام وما كيلعبوا بالشعب. زوينات بحال بحال الحكومه كان طير في اللعب انا كنلعب في الهضره وما كيلعبوا بالشعب. كيحكم بالنار الكبير ديالو فاش نبان بلاصتي هي بلاصتي مشيت ثلاثتي نوت كان كنقول خلع دوبي حياتك سيري موفي بحال كيل بيل غان سلايس سيوفي تعادل غير ولد عسك لي معروفين العيال فينا كومبو ديالو فيلم ياك كروشي حنا وانت عزيت وماما غان بلاك هاوس نتايا ولد امك ولا كلشي على صدام هاوس كاين حنا باقي سبرتو البلاك هاوس غير كندخلو صافي كتا الخرا هاوس جانا غياب لوكارو في 12 دليل ديبنا فيها شفاي ديابت كباح جيب كبيل بيل دماغ تقيل راك غادي تقيل هيتي ما تراسو صرتيش باقي الحال عام طويل اشباك الغابة نجاية بقع في السوق لدخلتي غير بطوط البلاصة بلا نساء في السوق اسفي حنا الحكم ما العزل بهالو كينس الميكس ديال الديسك فهمتي تقولوا لي اللي بغيت وريني الميكس ديال الديسك ما هواش الميكس باش مقادين نورمالمون الصوت ولا جوستومون ديال الصوت وداك الشيء ما مزعج داك الشيء وما ما عرفتش والله اعلم شوف كله والراي ديالي شرف ديال كانتي هليك مالك اشبيك ناقص جيغك فراد بكري جيش بنتي بكليك كليك وخمت ساش توز من بالي دخلتي الجيم لعبتي شوية احنا يا سطاش فين غادي تسالي وحلي الليك دير ما قاطع ولاد هيب هوب جا غير عادة بغيتي تصابر خلنا احنا الوالا ما دخلتيش الرابع كدير بيس كتسنى سطاطات بيزو وانا في سطاش بيس سطاطان سيزو ناخد راسنا بحال الشعب يوم ضلع سقف كاو تما شايفين جاو كيضربو غير طلع فايلس ميوزك ودراري اس في القسلا ونيك رخيصة كتير فيها ديسكي باش يلا شغلا لا باغي طيح ناس انت تريني وخطريني غنبقاو ديما نبانو بيك ونشميني فهمتيني انت باغي اللايكس انا باغي الموني باغي الكاش يقولوا عليا معاي بليز رمسيني عندي تي كلاسي ما كرهتيش كون مكلاسي ما كرهتيش كون في بلاصتي هاك سير بصباطي اش باغي ديما عندي الله هو العاطي تحتي غير صباح راسي يلا بصيري صباطي ماشي بحالك ما غنصبرمك لك واصلك انا غير لومك عاص اللي زوين بعدا كاين الانرجي ديال شوبي صراحه الانرجي باش مغني شوبي ديال الانرجي اللي زوينه في الكلاش هاد الانرجي اللي كتكون اغريسيف بحال هكايا رغم ان باقي انا لانستري وواحد لي زيف اللي عطي اللور ما مخلينش الهضره ديالو بحال هكايا هذا الديس ديال شوبي هذا كان خاصو انستري يكون سامبل ما يكونش غال بزاف وتشوف كان غادي يخرج غيكون بلو فور هذا حيت شوبي عطى واحد الانرجي امبوسيبل اللي عطي العاطف في الديسك هذا بنا معاه تيري ما غموتش ونهار غموت غادي نموت معدوم حيت كاعت لك يا كليس مولا ما كتحاولش قلب واحد فينا كتفرع حضر عينيك كانت حماوش واحد فينا هادشي علاش فرقوا اللعبه صافا ابار لانستروي برسني لانستروي انا بزاف برسني لانستروي بزاف دابا غيجي ديال واش كتسمع الكلب ياك نورمالمون ها هو خارج حتى هو هنايا باش نتصنتو ليه بكاليتي مزيانه ديريكت فوالا تصنتو ليه بكاليتي مزيانه الا جيت نقارن الديسك الاول ولا التراك الاول ديال شايفين مع الاخر هذا ديال شوبي الراوند 1 ديال شايفين كان باقي احسن هذا الراوند 2 قل من الراوند الاول صراحه كانت الانرجي كانت الكشبه من عند شوبي وداكشي ولكن ما تقدش تستمتع بالديسك باسكو البروجي فينال ما عرفت البروجي فينال ما هواش والله اعلم وما عرفت وقال انا ودني بعكاكه خاصه داكشي يكون مقاد فهمتي كانوا دابتي دي طايره ماشي ديك لعيبه ما يتسمعش كاع ولكن كاين ديرونجمون كاين فيها واحد شويه ديال ديرونجمون نشوف واش كتسمع الكلب واو 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 7 دقائق علاش قلت لكم كلاس ا كلاشات مطولين كيطلق اطول الكلاشات اللي كاينين في الراب المغربي ولكن دي فوا كيطيح في هذيك لا مونوتوني كيبقى الديسك اللي قد يبدا يتعاود رانا اخويا
كتحس بيا ملي كنهضر وملي كنضر كنت غنتكر حياتي كامل علاش كيكوبي 16 لسطر. سمعتوا الهضره ديالو كتخرج نقي كنسمعوه مزيان اش كيقول الكلاش خاص نسمعوا الرابر اش كيقول. زادينا فهاد البلاد الزب اللي كتنقص في العمر حياتنا طراشي طويل وكلشي مقطع شي كتشلى قبر يا ما كتقارنوش في اللي شكون بدا قبل موسيقتك عاطي ريحه الجبن تمنى فوق الجبل مساكتك لابسه سترينغ وكتعرف تجلس لبست البريزيرفاتي فوق خاطينا من الاركود الحاك تجيني حشومه حيت الراب ما ماتش روابا اللي ماتوا بيك اب الخوت اللي عطاو للراب ورابو فيا ماتوا مرحبا بيك فوق ترقص حتى لطاح وسط وطنك تعف فوق طلاقة لا بغيت نرجعكم هاري باش بالخف اختارينا الراب وخا قالوا وقتنا فات بعنا الراب في الزنقة الوقت اللي ما كان عنده فين ينباع علاش موفمون تيتبادق عام ورا عام علاش كان الراب فوق راسك طلع علامة الاستفهام ستوري خايبة تشل معاودة بحال شي علاش كان الراب فوق راسك كطلع علامة الاستفهام عزيز الفراش سيلو ديالك خلع الخوات طراشي اثنين في الكلاش حيت الفلوس اللي كتجي في عام تقبية في ساعة كتخسر اما القحاب اللي باغا العاقة كتبات ليلة ماشي كتر كنشوف الراب تبعد قبل المغرب والله حتى كان في كاس كنشوف الرابا اللي كيموت وكيطرون بلاصة وخيب ما كفاز نادم هازك البصاق مكراشي فاقي بروكيك عرفت تكتب بالخاص الحمد ارتحت ماليش درت ليك تحيات نبحو الكلاس ملي كيحترت شي كركبك مع الدوش موسيقتك واسعة بحال شي دجاجة ضربها 30 في الروج خاص بقات نباهو هذا حيت كان الشوبي عاطي واحد الجاد بزاف كتحس بيه بحال مضارب مع الانستري ماشي الانستري مع بحال هو مبيفع مع الانستري ديجا فداك الديس الثاني مازال ما قيمش ما نصحكش انا نار نولات الرباط لا ناطو بحال جمهور البوكا في الصدار ما كانش حماوش غير الكلاس اللي كيبان لك فيه بزاف حيت داكشي اللي هزو في درمتك كزوانة فوق الكتاف ما تقوليش عندي بلاصه بلاصتنا كاملين في القبر لا بغيتي تديني في موسيقتي بحال شي بارا تصدر لا بغيتي نديرو معاك الحل عمرنا غنكونو صحاب لا عشتي الغابه راك طبع عمرك غتقارن مع الدياب ما كتعترفوش بينا حيت كنجيكم تقال ما كنجيكوش بحال بحال لي زام سلسلي رابو في تمارا وشرفو الكابيتال كنتكرع فاصل مايك وكلامي بانش كي او بريطال لزتيني في الحساب غتلقى كرك غلط في التوتال ما كانتش حناش جوسكا بريزون شي لحد الساعه جوسكا بريزون كلاس ا غادي كيربح في النقاط في هذا الراوند وهذا جو بونس من احسن الدياس ديال كلاس ا في هذا البيف هذا هو واش كتسمع الكلب حيت غتشوفني فاسرك غتمرض حيت غادي دوي غادي نطويك وما غاتكرهش تبغي تبوس لا راس تنقع على المدينه اللي بحالك فيهم ما نهنش حيت علماتني باللي صاحبك يعضك وقلبك ما نضمش الا وقف هاد الرباط انت وكلابكم غادي تفرش خو عشيرتك غاد تبعني بحال شي ساطه في رابافيل خو واه تحت البريسيون كنولي ما شافش مرا البراش مخبيه سلاح غير كاتشاف وكابيتشا هذيك ديال اللي دايره هو فهاد لافيش ديال هذيك اللعيبه حتى اللي كيقول لك زعما كرا على الببليك الناشئ وهذا كاتب كلام خايب سول والديك كلاس عمرك دوزتي ساعة في درب عقليت وهامات لاشي نهار خورك في الزنقة راه الزنقة عندها لونكاج وارتاح قبل ما غطيع انت يا حمار القاطع في 2011 جيتي كتزوق على قبل فيتر الرضاع ماك الحاج اكل الكلاسي ولا رشك سنانك كات سنانك واجيت باطيني وانت سنانك كيف البيانو ناشي عمك كيف تقصاح ما القلام كبرهوش في 2001 ما كنتوش لا باقي ما كبرتوش كلاس اي ينتقم من الراوند 1 كلاس اي يعود بقوه جيسوس قبيح لنطقيك البريكوم الطابله ديال الفطور نتوما الشمايت كتدفعونا حنا القدام وكترجعوا اللور ما قدرتيش تحط ميساج اللي كيتوشي دين الراب وعارفين باللي راه بيس قبل كلشي ما عندك فين تعلق ردو الطافي والمدافي ما قصدت لي بمورس وغيت قبليك الديسكوغرافي وقفت اللور ملي تكشكشتو كاطفال على الكاطو ولحستو دي جي فان كي شي شياطه في وسط البلاطو كنزوج موسيقتك وغتمشي معايا حامله كنشوف ولدي خارج صاخ الدفن في يدي القابله كتعجبني الموسيقى ديال كلاس ا غير صراحه في الكلاش ديالو كيطولهم وكيجيو كيبقاو غاديين بحال هكايا وما عندوش داك الطنز بزاف داك فهمتي يطلع عليه كيلعب اولد سكول كيتستال اولد سكول كيبقى غادي في هاد فهمتي اولد سكول على حقه وطريقه ولكن واحد الوقيته كتقد واحد الوقيته كتبغي غير شي تعويجه باش يهرس ليك داك الريتم دوك فوق لي صار غنخرج ليك من وسط الجماعه الراب تقحب
بين جنكف تشوف ربع ساعة بوبليك معرفش الراب يا مجد جسمين عرفوني فرابتي بيستو انت عرفوك ضحية في موازين حيت ما عندكش الخرقة باش تجبد سميتي في البيف وجيت كلاشي فوق الصيف يلا موتي بونضيف شكون اللي تلقى عليك شكون اللي قالك باغي لي لايك انت كدوي في البوق وكلاس والجاسوس بالو في لي مايك شهارد كورك بالفطور وستيلي غيجيب كونتر اتاك اللي كيقول لي انت باغي اللايك وانا باغي باغي الماني كنمشي لسانك لاحت لي رابور وساني حارد وبين طرق نشوف كلاسك في الكونتوار باغي حليبي في البولبوان جاهز الساق وبالفقصة فكرك ناضو لي بوانوار مقدرتيش كيف ماريو براس كيف تجري في الضرب كويبس تميك فريد بلا قرطاش الفلو ديال الدجاج بغاو الكلاش في 2013 معاك الرباط بتصول في تشمارة في كازينو قرطاش معاك الراب كتسمعو قرصة كتوكفك في الباب كتسمعو العشرانك كي مزك غير رجال وكيف رجع القحاب ملي كنا صغار حلمنا نديرو الماني كاش درناش العاقع عفر العاقع ما ديرناش كنوقفو شداد بحال لي ساموراي جاي بحال شي دار اختاريت نكون كلاس ماشي بس ناس كنطفي كيدروب عيني قباح بحال هيتش مال القرع ما فياش الكالرز ما خطيمش وخاش ولي القرع لي مرسم في الدولرز ناري غنتقبليك تحت الحساب لك ونتي كاع كتكال غنفك ليك الصافا فسك الليل ونخليك بلا سروال صوبي يغتصب هادشي اللي طاري دابا زاد ولا حكاك كتقطع في الكرش بقاش حاطي لهيه رب الصح كاين هنا الكلب عيلك يخطفوك حبنين بحال مسز كارون قريب نبلك بحال دي جي كليت بيتش زمبارون صعيب تكون ارتيست وقاري وتكون ميوزيكال وما تكونش فيك حس البراءة وتبان قبيح ماشي بيوليفور سهل تموت مقتول سهل تقتل صعيب تقاتل صعيب تكون كتاب وكل مرة تلقاوك راجل ما خاتك حاج واخا تشمش في اللوك بيتش كالي الكف لسيدة في الصحراء والكلاب تنبح في التلت الخالي ما بقيتوش كتحطوا الراب بالنسبة لي مقدرش وش كونو رجال عتق حبنجو بالعلالي كنطيح الدم على الرقمي كنقول اشطاري انتي الحاس حيت مبقاش فيك لي برانسي بس القاري لبستو تكشيطة الصينية البيرو المجاري جمعت رجال ملي اختاريتهم نتوما تكونو الدراري كدير موسيقى ديال المراض وسميتك كباري والدراري جمعت رجال فاش ما قراتو تكونو الدراري واش انا غنخلي البوبليك يكومباري جاي ارتب حيت كانو كاين زكوك المصاري وغنضحك على كل باك في جينكستا باري غاب العقل كنطيح من البوط وغاب الكاري ودني بحال الدار والقحاب ما كيعجبوش باب داري غنفرض افكاري كيف ما تجنيت الاجباري فهاد البلاد يا اما خوي بالقحاب ولا خوي بلاك الكواري كي كي يا واش كتسمع الكلب كلاس ا بزاف كلاس ا اوليما ديجا كلاس ا ما بين راوند 1 و راوند 2 صايب تراك حسن من راوند 1 و ديس تراك ديال شوبي يا ان بروبليم في الديسك فهمتي كاين شي حاجه ماشي هي هذيك في الديسك فهمتي لي زيفو توشيت برستوني ما خلاونش رغم ان شوبي دار واحد لينيرجي زوينه وهادي الطن ولكن واش كتسمع الكلب انا بالنسبه لي راوند 2 كلاس او بجد ماشي ديك لعيبه بشويه وبجد هذا راه التاريخ هذا التراك هذا واش كتسمع الكلب بزاف حتى هو هذا بزاف انا هادشي اللي بان ليا ونري فين وصلت الفيديو واحد لواحد شايفين راوند 1 كلاس ا راوند 2 خليو في كومونتير اش بان لكم نتوما في هذا الراوند هذا شكون اللي ربح فين تبدا راوند 3 اريوس